شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بحول الله وقوته حول إحدى الظواهر الخطيرة في تاريخنا نحن المسلمين. هذه الظاهرة بدأت منذ الأيام الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، واستمرت آثارها جيلا بعد جيل إلى هذا اليوم. كم تبقى هذه الظاهرة؟ لا نعلم، ربما تبقى آثارها إلى 10 أعوام، وربما تبقى آثارها إلى 100 عام، وربما تبقى آثارها إلى 1000 عام، وربما تبقى آثارها إلى 1,000,000 عام. لا نعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم إلى كم تستمر الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة. هذه الظاهرة هي ظاهرة النفاق في الأمة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. متى بدأت هذه الظاهرة؟ ما هو تاريخ بدئها بالضبط؟ بعض المؤرخين يصرون على هذه المقولة، وواضح إذا واحد يتأمل ويفكر أنه لماذا يصرون على هذه المقولة. بعض المؤرخين يصرون
على أن ظاهرة النفاق بدأت في المرحلة المدنية. متى بدأ النفاق؟ في المدينة. أما في المرحلة المكية لم يكن هنالك شيء يطلق عليه النفاق، ما كان نفاق. ليش؟ شنو دليلهم على ذلك؟ يقولون المرحلة المدنية كانت مرحلة القوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى المدينة وأصبحت الأمور بيده. طبعا إذا واحد الأمور كانت بيده، من الممكن أن بعض الذين في قلوبهم مرض يحاولون أن ينتهزوا هذه الفرصة وينفذوا داخل هذا الإطار حتى يصلوا إلى بعض المكاسب الشخصية. عبد الله بن أبي لماذا آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة؟ لأنه رأى أن مصالح مهددة بالخطر، إذا ما يؤمن عشيرته يرفضونه. هذا من اليوم الأول كان يطمح في الرئاسة، كان يريد يكون زعيم، ونعوذ بالله من هذا الطموح، من أسوأ أنواع الطموح الطموح في الرئاسة، مو رئاسة دولة، مو رئاسة مدينة، حتى رئاسة على مجموعة صغيرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. عند هذه الآية كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذهبت الأماني. الرئاسة حتى في بيت، الرئاسة حتى في تجمع. وكانوا قد أعدوا الخرز، خرز معينة كانوا يضعونها على رأس الزعيم حتى يتوجوه. عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجا إلى المدينة راحت كل أحلامه. النبي صلى الله عليه وآله أصبح هو القائد. إذا ما يؤمن بهذا النبي، إذا ما يتظاهر بهذا الإيمان، عشيرته يرفضونه، ما يقبلونه، يطرد. فآمن عبد الله بن أبي ومعه مجموعة، المؤرخين يقولون 300 رجل و70 امرأة، كانوا منافقين، آمنوا حتى من خلال هذا الإيمان يوصلون إلى أهدافهم. هذا في المرحلة المدنية. أما في مكة المسلمين كانوا جماعة مضطهدة، جماعة قليلة. من اللي يجي يؤمن بهذا الدين في مكة نفاقا؟ لذلك في مكة ما كان أكو نفاق. ومن المؤسف أن هذه الفكرة مو فقط اقتصرت على الآخرين، تسربت حتى إلى رأي بعض كتابنا. الحقيقة هذا الكلام يبتني على مغالطة، دققوا جيدا في هذه المغالطة. إذا نحن فرضنا أن القوة هي العلة الوحيدة لظاهرة النفاق، هذا الكلام صحيح. القوة هي العلة الوحيدة لظاهرة النفاق. إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. إذا ماكو هنالك قوة في المرحلة المكية في مكة، إذن ماكو نفاق. ولكن من قال لهؤلاء أن القوة هي العلة الوحيدة لظاهرة النفاق؟ ما يمكن أن تكون هنالك عوامل ثانية وراء هذه الظاهرة؟ في مكة قوة ما كانت، ولكن تلك العوامل الثانية إذا كانت في مكة
فيمكن لتلك العوامل أن تفرز ظاهرة النفاق. أنا أقرأ عليكم نصاً تاريخياً، هذا النص يمكن أن يلقي الأضواء على بعض العوامل اللي ولدت ظاهرة النفاق. نشوف أن هذا العامل كان في مكة أو لم يكن في مكة. الرواية طويلة، إذا حبيتوا راجعوها في البحار، الجزء 52 صفحة 86، رواية طويلة ولكن أقتصر منها على مقدار الحاجة. سعد ابن عبد الله القمي يقول: قم من بدايات الأمر كانت في إطار أهل البيت صلوات الله عليهم، من البلاد السباقة إلى التشيع قم كانت. وأكو في حديث مضمونه: لولا القميون لاندرست معالم النبوة. وكثير من علمائنا كانوا في قم. سعد بن عبد الله القمي يقول: ابتليت بأشد النواصب منازعة وأطولهم مخاصمة وأكثرهم جدلا وأشنعهم سؤالا وأثبتهم على الباطل قدما. رجل ناصب، وشر خلق الله النواصب، شر من اليهود وشر من النصارى وشر من المجوس كما في الروايات. هذا ناصبي معاند. معاند يعني شنو؟ يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عناد، العناد لا يقبل منطق. يقول: في يوم من الأيام طرح علي سؤال محرج، حقيقة السؤال محرج في حد ذاته، يسأل حول رجلين آمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. يقول له ذاك الناصبي، يقول لسعد بن عبد الله: هذان الرجلان أسلما طوعا أو كرها؟ طائعين أسلموا بمحض اختيارهم، رجلان، أو كانا مكرهين؟ إذا كانا مكرهين في مكة إكراه ما كان أكو، سيف ما كان أكو في مكة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون كانوا مستضعفين في مكة، شلون أسلم كرها؟ إذا تقول أسلم طوعا باختيارهم، فإذن كيف تقولون إن هذين الرجلين كانا منافقين؟ شلون تقولون أسلم طوعا باختيارهم؟ يقول: أنا تحيرت في جواب هذا السؤال، طوعا أو كرها، لا أتمكن أختار لا هذا الجانب ولا ذلك الجانب. يقول: شددت الرحال إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحادي عشر. يقول: دخلت عليه وإذا بوجهه يتلألأ كأنه القمر في ليلة كماله وتمامه. وفي حجره صبي خماسي، يعني عمره 5 سنوات. من هو هذا الصبي؟ الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وجهت السؤال إلى الإمام العسكري. طبعا الخبر طويل، لا بأس تراجعوه في البحار، رواية جدا مفصلة وفيها أسئلة دقيقة. الإمام حولني على الصبي الخماسي الإمام الحجة.
أنا وجهت السؤال إلى الإمام الحجة صلوات الله عليه، فقال لي حسب اصطلاح العلماء هذا الحصر غير حاصر، زيد لو بالبيت لو بالمسجد، وين؟ هذا غلط هذا السؤال، لأن أكو احتمال ثالث أن يكون في مكان ثالث. أسلم خوفا أو طمعا، هذا حصر غير حاصر، أكو شق ثالث، فهذا السؤال مغالطة، يجب الالتفات إلى هذه المغالطة. قال لي الإمام المنتظر صلوات الله عليه: لما لم تقل بل أسلم طمعا؟ عدنا خوف، عدنا خوف، عدنا طوع، عدنا شق ثالث وهو طمع. أجيب لكم مثال قبل أن أقرأ بقية الحديث. إحنا ما عدنا تجمعات صغيرة مناهضة للدول؟ في بعض الدول، بعض الدول أكو تجمعات صغيرة مناهضة لتلك الدولة، أكو لو ماكو؟ زين، هذه التجمعات الصغيرة بيدها قوة؟ لا. بيدها سلطة؟ لا. بيدها نفوذ؟ لا. كل شيء ما بيدها، مطاردة، مضطهدة، يأخذون أفرادهم يلقونهم بالسجون، ولكن تجد بعض الأفراد يدخلون في هذه التجمعات. ليش؟ حتى يوم من الأيام يصبح زعيما، يروح بالسجن، يعذب بأمل طموح الرئاسة. أقول ماكو هذا؟ قطعا أكو. اقرأوا تاريخ الحركات المناهضة. طمع هذا عامل ثالث، فإنهما كانا يجالسان اليهود، اليهود أهل الكتاب، ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وسائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد. ومن عواقب أمره، فكانت اليهود تذكر أن محمداً يسلط على العرب. أصلاً اليهود ليش أجوا للمدينة؟ ليش أجوا سكنوا خيبر؟ ليش سكنوا هذه المناطق المجاورة؟ لأن في كتبهم أكو أنه يبعث في آخر الزمان رجل نبي اسمه محمد يسلط على العرب، كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل. إشلون بخت نصر إجا وسيطر؟ النبي صلى الله عليه وآله أيضا سوف يسيطر، ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل، غير أنه كاذب في دعوة. منو كاذب في دعوة؟ بخت نصر. بخت نصر كاذب، والنبي صلى الله عليه وآله صادق في دعوة. فأتيا محمدا فساعداه على قول شهادة أن لا إله إلا الله، وبايعاه طمعا في أن ينال كل منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله. فلما أيسى من ذلك، مضت الأيام، وين؟ سنة ماكو، سنتين ماكو، ثلاث سنوات ماكو خبر. أيسى من ذلك، تبين أنه البشارة كانت مو صحيحة، ماكو ولاية، ماكو حكومة. تلثما وصعدا العقبة مع أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه. حاولوا أن ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق جبلي في مرتفع أو في منخفض، حاولوا أنه شي يسوون؟ أنه يرمون بهذه الناقة بدباب دحرجوها. اقروا دعاء صنمي قريش: ودباب دحرجوها. الناقة تفاجأ فتقفز من مكانها، فيسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القمة وينتهي كل شيء.
فرد الله كيدهم لم ينالوا خيرا، كما أتى طلحة والزبير عليا عليه السلام فبايعاه وطمع كل منهما في أن يلان من جهته ولاية بلد، فلما أيسى نكث بيعته وخرج عليه، فصرع الله كل واحد منهما وصرع أشباههما من الناكثين. إذن النفاق ما كان مقتصر على المرحلة المدنية، في مكة أيضا كان عامل الطمع كان عاملا مهما. عامل ثاني وراء حركة النفاق الأحقاد الدفينة، هذا العامل الثاني يرتبط بهذه الأيام. نحن يجب أن نعرف ماذا صنعت حركة النفاق وماذا كانت تستهدف حركة النفاق، حتى نرى أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ما الذي فعلوا تجاه هذه الحركة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه له أعظم الحق على هذا الإسلام، لأن إذا الإمام ما كان المنافقون سحقوا دين الله، ما كان عندهم إيمان، ما كانوا يؤمنون، كانوا يسحقون. إذا الإمام الحسن صلوات الله عليه ونحن على أعتاب شهادته ما كان بحربه وصلحه، لعل صلح الإمام الحسن عرى المنافقين أكثر من حرب الإمام الحسن. كانوا يقولون نحن أمير المؤمنين، يجلسون على منبر رسول الله، يفعلون كل المظاهر، ولكن صلح الإمام الحسن عرى حقيقة هؤلاء المنافقين، عراهم ووضحهم، وإلا الإسلام اللي هؤلاء يمثلونه هذا الإسلام لا يقبله أي عاقل. الكفار المنصفون منهم إذا كان هذا هو النموذج، نموذج الحجاج، ما واحد عاقل يدخل في هذا الدين. إذا جهود الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كانت، جهود الإمام الحسن صلوات الله عليه ما كانت، حربه ما كانت، صلحه ما كان، ما كان هذا الدين يقبل. أي عاقل مو مستعد أن يدخل في إطار دين رئيسه الحجاج ورئيسه عبد الملك بن مروان؟ واضح الآن، خيروا أي عاقل تدخل تحت ظل هذا الحكم، يقول لا، الحكم الذي كله إرهاب وكله سفك دماء وكله تزوير ودجل، أكو عاقل يقبل دخول في هذا الدين اللي هؤلاء ولاته؟ لاحظوا النوايا اللي كانت في قلوب هؤلاء. هذه الرواية احنا ما ننقلها، هم ينقلوها. أذكر لكم المصدر، شرح ابن أبي الحديد من علماء الآخرين، مو من علماء، الجزء الثاني صفحة 357، كتاب النصائح الكافية صفحة 117، ينقل عن كتاب الموفقيات للزبير بن بكار. الزبير بن بكار قاضي مكة من علمائهم، مشهور بينهم من رواة الصحيح عندهم، وهو غير متهم. اقروا تاريخه، اقروا الرجال. الزبير بن بكار يروي في كتاب الموفقيات عن المطرف ابن المغيرة ابن شعبة، اختصر الرواية، يقول دخلت مع أبي، من أبوه المغيرة، على معاوية، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي ويذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه. وأي رجل حكيم هذا، وأي رجل فاهم. إذ جاء ذات ليلة، من أجى؟ المغيرة، فأمسك عن العشاء، ما تعش، ورأيته مغتما، هو كان متأثر المغيرة، فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا، مشكلة صايرة في العائلة، شيء صاير، ما يتعشى،
فقلت يا أبه ما لي أراك مغتما منذ الليلة شبيك؟ فقال لي يا بني جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم. إذا المغيرة يقول أكفر الناس وأخبثهم. قلت وماذاك؟ قال قلت له وقد خلوت به إنك قد بلغت سنا فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا فقد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. ماكو داعي بعد، أنت أخذت الحكم، بعد هؤلاء بني هاشم بعد ما تخاف منهم، ليش هذا الظلم؟ ليش هذا الجفاء؟ ليش هذا القتل؟ فقال لي هيهات هيهات، أي ذكر أرجو بقائه؟ ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره. ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر 10 سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره. وإن ابن أبي كبشة، عندما كانوا والعياذ بالله يريدون أن يهينون النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يذكرون هذا اللفظ، ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمدا رسول الله. فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ لا أم لك، لا والله، شاهد هنا، إلا دفنا دفنا دفن. اليوم سمعت يقول أشهد أن محمدا رسول الله. معاوية أراد أن يدفن هذا الاسم. هم يذكرون، اقروا كتاب الغدير الجزء 10 و11، أصلا ما كان يعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله. هم يذكرون. في يوم من الأيام أبو الدرداء من هو؟ قاضي معاوية على دمشق، قاضي هو. وهم يذكرون أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو الدرداء حكيم أمتي. هم يذكرون. في يوم من الأيام هذا الرجل أبو الدرداء يشوف أنه يبيع ذهب بذهب، الصاغة اللي في السوق يجب أن يلاحظوا، الذهب إذا بعتوه بالذهب يجب أن يكون الوزنان متساويين، ماكو فرق هذا ذهب جيد أو ذهب رديء، تبيع الجيد بالرديء بتفاضل، هذا ما يصير، هذا حرام، هذا ربا. ليش؟ ما علينا بذلك. ليش؟ الله قايل حرام، احنا شعلنا، نحن موظفون بالإطاعة لله. والفلسفة أيضا مذكورة في محلها، لكن فهمنا أو لم نفهم هذا لا يهم. التعبد لله. معاوية باع ذهبا بذهب متفاضل، يعني أفرضوا كيلو مقابل كيلو ربع. أبو الدرداء كان قاعد، قال له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا، هذا حرام، ليش تفعل هذا العمل وأنت خليفة المسلمين؟ فقال معاوية أما أنا فلا أرى بذلك بأسا. النبي يقول حرام أما أنا ما يخالف، مو مهم. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بصلحه عرى هذا المنهج، فضح هذا المنهج، وإلا إذا هذا المنهج ما كان يعرى الدين كله كان يذهب. الإسلام كان يصير مثل المسيحية. المسيحية الآن شنو؟ اقروا كتاب ماذا في كتب النصارى، شنو المسيحية؟ المسيحية يقول عيسى ملعون، أعوذ بالله من ذلك. هذا الآن موجود في الكتاب المقدس. أنتوا الآن أخذوا الكتاب المقدس، رسالة بولس لأهل غلاطية، يقول كل من علق على خشبة فهو ملعون، وعيسى علق على خشبة فهو ملعون. هذا المسيحية.
احنا نقول انه كان صديقين. الكتاب المقدس يقول عيسى ملعون، هاي هي المسيحية. المسيحية تقول الله واحد وثلاثة في نفس الوقت. المسيحية في الكتاب المقدس، اقرأ كتاب ماذا في كتب النصارى، في هذا الكتاب يقول، يذكر المصدر من الكتاب المقدس، يقول أن النبي الفلاني زنى ببنتيه، هذا في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس يقول عيسى كان يشرب الخمر ويوزع الخمر. الإسلام كان يصير مسيحية. هذه الأقدمون قاموا بوظيفتهم، الإمام المجتمع قام بمهماته، الشيعة الأوائل قاموا بمهمتهم، إحنا الآن موظفين أن نكشف حركة النفاق. تبري يعني شنو؟ عندنا تولي وعندنا تبري، عندنا لا إله وعندنا إلا الله، عندنا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تولي جزء، التبري أيضا جزء. الابن يجب أن يفهم هذه القضايا، مو يخرج لا يعرف شيئا بعدين يصادق عدوا من أعداء الله، هو يصير عدو من أعداء الله. هذا الأب لازم يعلمه، الأم لازم تعلمه. تلك البنت اللي عمرها 5 أو 6 سنوات، بنت منه؟ هذا الرجل المعروف أبو الأسود الدؤلي. معاوية بعث إليهم شنو؟ هدايا، منها حلوى. البنت أخذت ملعقة من الحلوى أو لقمة وأكلتها. قال أبو الأسود الدؤلي، هاي القصة موجودة في كتاب الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، تعلمين من اللي بعث هذا لنا؟ قالت لا. قال إن الذي بعثه معاوية ليخرج حب أمير المؤمنين من قلبك. فقالت بنت 5 سنوات، شوف الوعي، قالت قبحه الله، أيريد أن يخرج حب السيد المطهر من قلوبنا بالشهد المزعفر؟ لا والله. ثم قذفت ما أكلته وأخذت تقول أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع عليك أحسابا ودينا، معاذ الله، كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين؟ هاي بنت عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات، هذا وعيها. هذا الوعي يجب أن ينقل، يجب أن ينشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في هدم حركة النفاق. إحنا بإمكاننا تقليص هذه الحركة بقدر الإمكان، ولكن القضاء النهائي على هذه الحركة إن شاء الله يكون في عهد ولينا وصاحبنا الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهوره حتى نرى الإسلام النقي الصافي كما أنزله الله على رسوله. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين
الظلام وبين نور مشرق هدي